وصفات شهية طيبة مع أفضل طهاه تغنيك عن تعب البحث والسؤال لسفرة عامرة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج ألو سفرة. شركة الأيوبي للتوابل والبهارات، اسم يعني الجودة والثقة. بدك مزاجك يكون رايق، بدك يومك يكون حلو، ما إلك غير قهوة الأيوبي. قهوة الأيوبي، قهوة عربية أصيلة بتركيبتها الخالصة والمكلفة بالهيل. أولى ست البيت، عندنا أحسن وأجود أنواع التوابل والبهارات والطحينة البيضة والحمرة، وكمان زيت الزيتون من الأيوبي، فلسطيني بامتياز ومضمون 100%. الأيوبي للتوابل والبهارات، غزة شارع الوحدة مفترق الشعبية، المحل غزة سوق فراس المدخل الجنوبي، غزة سوق الزاوية سوق الخضار. للتواصل هاتف رقم 28421600 أو جوال رقم 0595-500-109 أو جوال 0597-039-87. الأيوبي للتوابل والبهارات، ثقتكم هدفنا وذوقكم يهمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صباح عاطر بذكر الله إن شاء الله رب العالمين، صباحكم مع إذاعة صوت الأقصى وبرنامج ألو سفرة. حلقة جديدة من برنامجكم ألو سفرة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى 106.7 FM. ونجدد ترحابنا مستمعينا الكرام بالشيف المميزة شيف فيفيان منفيخي، معنا ستكون بعد قليل. إذن مستمعينا الكرام، مشاركاتكم ننتظرها عبر رسائلكم التي ستصل إلينا تباعا على 0599734424. طبعا شيف فيفيان منفيخي سورية من حلب، تبلغ من العمر 36 عاما ومقيمة بالكويت. تعلمت أساسية الطبخ من والدتها الغالية، وعندها شغف كبير بالطبخ وتقديم الطعام بشكل راقي. ومنذ 7 سنوات سافرت من سوريا وعاشت في الكويت، ومن هنا بدأت رحلتها التعليمية للناس، وبدأوا يطلبون منها كيف تعلمهم الطبخ وفنونه وطعمه الطيب المميز. ومنذ 1.5 سنة تقريبا أنشأت شيف فيفيان منفيخي قناة على اليوتيوب بطلب من جمهورها ليصبح التعليم على مستوى أكبر، ولاقت القناة إعجاب الناس واستفادوا منها كثيرا، سواء كانوا نساء أم رجالا أم كبارا في العمر. والمغترب طبعا بحاجة إلى أي معلومة ليستطيع أن يدير نفسه في موضوع إعداد الطعام، والحمد لله. تقول عن جمهورها شيف فيفيان: كلهم بدأت تنجح معهم الوصفات. إذن هذه هي ضيفتنا شيف فيفيان منفيخي، سورية الأصل مقيمة في الكويت. نرحب بك شيف فيفيان مجددا، وأهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. يا هلا فيك أستاذ أحمد وبرنامج ألف سفرة، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. وأنت بألف خير إن شاء الله رب العالمين.
شيف فيفيان، بدأنا بالأمس في موضوع الكبة وتفصيلاتها، يعني لما نقول حلب بلد المحاشي والكبب. والكبب أيوة. فبدأنا في موضوع الكبة السفرجلية وخلصنا منها. أيوة، الكبة أنواع كثيرة مثل ما حكينا امبارحة، وكل نوع بيختلف عن الثاني. صح اسمه كبة، بس كل نوع له نكهة يعني خاصة فيه ومميزة فيه. ومقبلاته ممكن تختلف عن النوع الآخر. أيوة، وممكن في مثلا في كبة مثل المقبلات، الكبة النية تعتبر من المقبلات. مش طبق أساسي؟ لا، مش طبق أساسي الكبة النية. الكبة النية تعتبر نوع من المقبلات. وفي الكبة المقلية، وفي الكبة الصينية. الكبة الصينية والكبة السفرجلية اللي امبارحة حكينا عنها، والكبة المبرومة تعتبر من الكبب الرسمية على السفرة. إذا تحدثنا بالأمس عن كبة الصينية وكبة السفرجلية. الكبة الصينية هي لازم تكون كيلو برغل مقابل كيلو هبرة. لازم تكون اللحمة فيها كتيرة. الهبرة اللي ذكرناها امبارحة انه لازم نطحنها مع ثلج وهي خالية من الدهن تماما. جميل. طيب الان لو احنا بدنا نعمل وجبة الكبة الصينية ل يعني معدل 5 إلى 7 أشخاص، على اساس انه بدنا نعرف شو بلزم المكونات في الاساس، بعدين في المقادير، بعدين في طريقة التحضير. يلزمنا كيلو برغل أسمر، نستخدم الأسمر نحن. برضو الأسمر؟ برضو الأسمر، لأنه بيعطي تماسك أكثر للكبة وطعمه أطيب. ممكن نحط الواحد أبيض، بس دائما الأسمر أطيب. ومنطحنه مع الهبرة، له كيلو هبرة كمان. طب سؤال، بنغسله البرغل. شيف فيفيان إذا سمحتي لي بس في سؤال، بالنسبة للبرغل الأسمر في مدة النقع مثله مثل الأبيض ولا بيختلف؟ هو كل نوع برغل يختلف عن الثاني. أيوة، يعني ممكن تنقع البرغل، ممكن ما تنقعه، يعني تغسله غسل فقط. يعني ممكن تضيف المي وقت الواحد عم بديره على ماكينة الكبة، بضيف المي شوي شوي، هيك بيحسن بيتحكم بكمية المي. ممكن بس نغسله فقط. تمام. تفضلي. الآن بدنا نعمل كبة بالصينية لخمس أشخاص أو سبعة، خمسة ولا سبعة عشان نعرف الكمية بالضبط. يعني هي حسب، يعني بين الخمسة وبين السبعة بيحتاجوا تقريبا كيلو برغل. كيلو برغل. كيلو برغل، يعني بده كيلو هبرة. كيلو هبرة. وبده حشوة تقريبا كمان كيلو. لما نقول هبرة يعني لحم أحمر بدون دهون. بدون دهون، مطحون مع التلج حتى يصير مثل كريمي. إيه هيك من وله نحط له الملح ونتبله بصلة. لازم مع البرغل وقت مندير على ماكينة الكبة لازم نحط بصلة مع البرغل. بكل طيب. أنواع الكبة لازم نضيف بصلة. شيف فيفيان اسمحي لي بسؤالين. الآن البهارات الأساسية في كبة الصينية، البهارات الأساسية هي الملح والبهار الحلبي. الملح والبهار الحلبي. البهار الحلبي. أيوة، منحطهم هدول. طيب هلأ والحشوة. هلأ إذا بتسمحي لي بس بما تفسر أو يعني وضحي أكثر بالنسبة للبهار الحلبي، هي 7 بهارات؟ أيوة، 7 بهارات. السبع بهارات، ممكن نعددها بس سريعا إذا سمحتي. البهار الحلو، ومنحط الزنجبيل هلا راحت مني ايوه، هو 7 بهارات. عرفت علي؟ مخلوطين بكميات متناسبه. وبنضيفهم بكل مكونات الكبه، وهي يعني كثير اساسيه عندنا اياها بحلب. تمام. هي عباره عن كمون وحب هيل، عرفت، وكميات يعني متوازنه، وجوزة الطيب وقرنفل وقرفة وفلفل أسود. تمام، عرفت علي دولة. جميل. أيوة، تفضلي. أيوة، والحشوة، حشوة الكبة الصينية لازم تكون عبارة كمان عن لحمة بنحمسها على النار،
بدون بصلة، وإلها مكسرات، هي عبارة عن فستق وصنوبر، ومن منقليهم على النار وبس استووا بنخليهم يبردوا تماما. بيكون احنا حضرنا عجينة الكبة الصينية، بنمدها بالصينية وبنملسها أول طبقة، وبنحط الحشوة وبنحط عليها بيضة. الحشوة لازم نحط عليها بيضة، بيضة بيضة واحدة بصفارة وبيضة ولا بس صفار؟ لا، بصفارة وبيضة. تمام، أيوة، لازم نحط عليها بيضة، وبنخلطهم مع اللحمة، وبنمد اللحمة على الصينية، وبنعمل طبقة تانية من العجينة وبنغطي الكبة الصينية فيها. جميل. وأهم شيء في الكبة الصينية كمان لازم تكون السمنة وفيرة. البيضة بتعطي على تماسك الطبقات في الكبة الصينية، وبتخليها يعني وقت التقسيم ما تتفرفط معنا وما تفتح. وما بتأثر أبدا هي على الطعمة، مجرد أني تعطي تماسك، لأني نحن حاطين السبع بهارات مع اللحمة اللي حمسناها على النار، والسبع بهارات بيغطوا يعني كتير في النكهة في الطعمة يعني. تمام. فبيتبل تماما تماما. وأهم شيء في الكبة الصينية لازم تكون بس غطيناها بالطبقة الثانية، نضغط عليها بإيدينا كتير منيح منشان تتماسك الطبقات مع بعض. وبعدين بنقطعها، هي تقطيعها بيجي بشكل جميل يعني، نجمي هيك بيكون. تقطيعها لازم يكون فيها شوية دقة، هو شوي صعب يعني على الناس المبتدئة، بس هو يعني شوي شوي بمشي حاله مع الناس. جميل. وبعدين بنغطيها الكبة الصينية بكمية سمنة كتير منيحة، ولازم السمنة تكون طعمتها طيبة لأني بتأثر كمان على طعمة الكبة. طب أي نوع من السمن ممكن أنت تنصح فيه؟ ما بقصد ماركة يعني، هل سمن نباتي، سمن حيواني يعني؟ أفضل شيء السمن الحيواني يعني، نكهته بتبقى أطيب شيء يعني. ممكن واحد يحط نباتي، بس دائما معروف السمن الحيواني هو الأطيب. جميل. يعني معروفة الكبة الصينية بدسمها العالي. أيوة، بالدسم العالي لازم يعني، إذا ما كترنا السمنة بتطلع ناشفة. لازم يعني الكبة الصينية عنا إياها، والكبة المبرومة، وعنا كبة سوار الست، هدول الثلاثة بيحتاجوا سمنة كتيرة. جميل. أنا على فكرة كان عندي سؤالين، سألتك سؤال والسؤال الثاني ما بعرف طار يعني شوي، حيرجع أكيد إن شاء الله رب العالمين. تفضلي شيف فيفيان، واصلي الآن. تفضلي. اللي عنا الكبة السوار الست كمان تقريبا نفس مكونات عجينة الكبة الصينية، بس بنعملها بشكل كرات صغيرة، ونحط لها ضبطة بإصبعتنا بالنص، ونحط فستق على وشها. وبنفس يعني الطريقة بنحطها في الصينية، ونكتر لها سمنة لازم يعني. احنا الآن تمام، الآن لما بنعملها بالصينية لازم بتكون أقراص برضو، ما بتنمد مد؟ لا، هي الكبة الصينية مد، الكبة سوار الست لازم تكون مثل الكرة ولا تعجى بالنص من جوا. كبة ايش؟ عفوا ما وضح الكلمة معي. كبة سوار الست اسمها. سوار الست؟ ايوة. سوار الست يمكن انا حسب الكلمة ممكن تطلع على شكل حلقة. هي هيك، بس هي نحن بنعملها يعني كرة ومضغوطة في النص، هيك بيكون شكلها. بالضبط يعني، عاملة زي السوار بس مسكر. مسكر، ايوة. وله على الوش بنحط فستقة هيك زينة، ومنغلفها كلها بالسمنة، لازم يكون هي كمان سمنتها كتير كتير وفيرة. جميل. يعني اللي بيدور على الدسم رح يجدها في كبة سوار الست. ايوة، هي هيك اساسا يعني الكبة، وتعتبر من الكبب الفاخرة جدا. جميل. يعني كم من الوقت تحتاج لتنضج لتكون جاهزة للتقديم؟ يعني من تقريبا 15-20 دقيقة بتنضج يعني. لازم تدخل على فرن حامي حتى رأسا تعطيها طبق التغليف من برا، وفورا يعني بس أخذت لون، والسمن ما بيعطيها بيغلي معه وهيك، فبتاخذ تقريبا من 15-20 دقيقة. من 15 إلى 20
دقيقة. طيب احنا ان شاء الله رب العالمين متواصلون، وعلى فكرة شاهدتينا يعني شيف فيفيان، الواحد على الصبح مصبح يحكي في الكبة وتفاصيلها، ولما بنحكي عن الكبة لما نروح على حلب كمان يعني بيكون الاشي اشهى واشهى يعني. فان شاء الله رب العالمين متواصلون معكم مستمعينا الكرام، و في رعاية كريمة من شركة الأيوبي للتوابل والبهارات. سنخرج إلى فاصل قصير شيف فيفيان ومستمعينا الكرام، ومن ثم نعود. شركة الأيوبي للتوابل والبهارات اسم يعني الجودة والثقة. اسم يعني الجودة والثقة. بدك مزاجك يكون رايق، بدك يومك يكون حلو، ما إلك غير قهوة الأيوبي. ما إلك غير قهوة الأيوبي. قهوة الأيوبي قهوة عربية أصيلة بتركيبتها الخالصة والمكلفة بالهيل. أولى ست البيت، عندنا أحسن وأجود أنواع التوابل والبهارات والطحينة البيضة والحمرة، وكمان زيت الزيتون من الأيوبي، فلسطيني بامتياز ومضمون 100%. ومضمون 100%. الأيوبي للتوابل والبهارات، غزة شارع الوحدة مفترق الشعبية، المحل غزة سوق فراس المدخل الجنوبي، غزة سوق الزاوية سوق الخضار. للتواصل هاتف رقم 28421600 أو جوال رقم 0595-500-109 أو جوال 0597-039-87. الأيوبي للتوابل والبهارات، ثقتكم هدفنا وذوقكم يهمنا. مجددا معكم مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة إن شاء الله رب العالمين. مع ألو سفرة بيتك عمران، مع ألو سفرة إن شاء الله رب العالمين نقدم لكم المعلومة على طبق من ذهب. مع ألو سفرة أيضا لابد أن تربح، ولابد أن تربحي من شركة الأيوبي للتوابل والبهارات. مضى بنا الوقت سريعا في شهر الخير شهر رمضان، قدمنا لكم العديد من الوجبات مستمعينا الكرام والأطباق والوصفات، نتمنى أن تكون حازت على إعجابكم إن شاء الله رب العالمين. اليوم معنا الكبة، بلشنا في كبة الصينية. شيف فيفيان نرحب بك مجددا. شيف فيفيان أنت معي؟ أيوه معكم. أهلا وسهلا مكي مجددا. طيب في سؤال على الكبة المشوية. أيوة. من صبحية أبو سمرة تسأل على الكبة في طريقة شوائها، وفي كان سؤال مبارح يعني إذا ممكن نقدمه في طريقة تخزين الكبة، يعني إحنا عنا عملنا كمية وأخذنا حاجتنا تاعت اليوم، كيف بدنا نخزن اللي ضل؟ منحطها بصواني على كياس نايلون، على نايلون، ومنحط الحبة جنب التانية مو فوق بعضها، ومنحطها بالفريزر بالمجمد. بالمجمد. منفرزها منجمدها لحتى تجمد تماما، وبعدين منحطها بأكياس نايلون مشان نختصر المساحة، وبتتفرز عنا شهر شهرين وما بصر لها شيء. أي نوع كبة ما بصر لها شيء مطلقا، يعني ما بفرط القرص مثلا، ولا إنه ممكن لو يعني أحكي لك في واقعنا شوي، لو طولت الكهرباء مثلا وما إجت. طبعا إذا ما في كهرباء بيأثر كتير، لازم أيوة. تتجمد وتضلها متجمدة. بدنا نتذكر إنه الكبة فيها بصل صح؟ أيوة فيها بصل. أيوة. هذا ما بيأثر على الكبة، بس هي القصة إنه تفرط معهم. في ناس تفرط معها طبعا لأني بيطلعوها من المجمد وبيخلوها تفك عنا، يفك عنا التاج، وبعدين بيطبخوها هون. الكبة ممكن تفرط لازم تنقلها وهي في التلج. ايوه فورا منطلع من المجمد وفورا منشويها او منقليها، يعني فورا نحطها بالفرن، يعني اي نوع كانت فورا من المجمد على الطبخ. طب يعني ما في مثلا الان وهي مجمد الكبة أكيد فيها نسبة مي، نسبة التلج لما ينزل في الزيت الحار ما في خطورة أنه مثلا يعمل فقاعات يؤذي اللي
اللي واقف هلا هو مثلا. لازم ما نكتر الكمية. أول شيء إذا كترنا الكمية راح الكبدة تفرط معنا، لأن الزيت راح يبرد فورا يعني. فنحن من طالعة من الفريزر من نقلي 5 6 حبات، وطبعا يعني ما راح تطرش هي، لا ما راح يعني. انت واحد وقت اللي عم بيقلي طبعا بيكون حذر يعني، لازم ولازم نحضر. بزيت غزير يعني، وبنحط 5 6 حبات بنقليهم، بس اخذوا لون خفيف، بنخفف النار شوي مشان من جوا يدوب الثلج ويستوى قلبه. تمام. طيب شيف فيفيان، انا لما نحكي في موضوع الكب بنسمع في مصطلح ماكينة الكب. ايوه يمكن اهلنا في سوريا، اهلنا في الشام، ممكن في تركيا مثلا، الهم يعني واضح المصطلح، لكن احنا كجيل اليوم ما بعرف اذا اجيالنا السابقة الله يرضى عنهم ويرحمهم جميعا، ما بعرف اذا اشتغلوا على حاجة اسمها ماكينة الكبة. اظن شكل الجرن، جرن الكبة، ايوه ده هي ممكن تشرحي لي بس شوي عليها، على اساس انه المستمع الكريم يكون عارف شو لما نحكي ماكينة الكبة، انه يعني مش ماكينة كهربائية هي او آلية. هي اول شيء كانت الناس طبعا ما كان عندها ماكينة، كانت تطحن البرغل تدعكه في ايدها بالجرن الحجري. بالجرن الحجري، ايوه. ايوه فكانوا يدعكوه في ايدهم ويضلوا يدعكوه 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 لحتى يصير عجينة طرية معهم. الجرن الحجري طبعا بيساعد على دعك البرغل بالجرن على هيك بطحنه. يوم الكبة بيكون حصة رياضة عندهم. ايه فبعدين اجت يعني صاروا يعملوا ماكينات بدون كهرباء، هي بتدير البرغل على اها الايد يعني. هي طورت مراحل الكبة، طورت شوي شوي مهم. ماكينتها. بعدين يعني ما فترة ما كتير طويلة اخترعوا ماكينة الكبة، هي يعني بتفرم اللحمة بنفس الوقت. طب خلينا نحكي شو هي ماكينة الكب. لما احنا نحكي في هل هي الجرن نفسه والمدقة الطويلة هاي، ولا كيف بالضبط؟ يعني خلينا نقرب الصورة للمستمع إذا ممكن. الماكينة الكبدة هي فرمة اللحمة فرمت اللي اللحمة، بتطحن اللحمة. أيوة هي اللي بتطحن أيوة، اللحمة، بس هي متوفرة. إلها متوفرة بأي مكان، إلها عدة روس يعني. هي بنحط للحمة بنحط الراس الخشن، للكبدة بنحط الراس الناعم. طيب الجرن شو هو؟ الجرن هو حجري فكان يساعد على طحن البرغل، بس يدق أما البرغل فيه. ما يطحنوا اللحمة فيه، ما يدقوا اللحمة فيه. هلا هي اهم شيء كان البرغل، اللحمه اكيد كان يحطوه معه، فهي كان في كمان اداه يدق البرغل مع على الجرن مثل هاون يعني. مثل الهون، صحيح. هون ايوه او الهون كما. الهون اي او الهون ممكن يعني هيك. تمام، ان شاء الله رب العالمين. طيب هل تقلى هذه الكبة بالصينية ام توضع فقط في الفرن؟ الكبة الصينية فقط في الفرن، فقط ما في الفرن. بتنقلها. أيوة بس تنطبخ بالسمنة اللي موجودة عليها. طيب ام زياد الحلاق بتسأل على اطباق جانبية بجانب الكبة، هي تبولة الكبة مثلا. بحد ذاتها يعني طبق رئيسي، ممكن نعمل جنبه تبولة، ممكن سمبوسك يعني معجنات هيك بسيطة، ممكن نعمل محمرة. المحمرة السورية معروفة. على فكرة في سؤال عن المحمرة رح نيجي عليه إن شاء الله من حسن أبو حصيرة، أنا بحييك على سؤالك المحمرة إذا ممكن بعد. تفضلي كملي حديثك عن الأطباق الجانبية حتى نيجي على المحمرة. ايوه فمحمرة فيه كمان اساسية، التبولة، الاشياء المقبلات، السمبوسك يعني السمبوسك اللحمة والجبنة، هذول كلهم بنحطوه جنب الكبة. المخللات يعني بتناسب الكبة، سلطات ممكن، ممكن تهاني السلطات، ممكن جندية تسأل. فتوش، فتوش. ممكن فتوش. أيوة طبعا يعني فهي اختلاف، في كتير أنواع يعني ممكن تنحط جنب الكبة، جميل. وخاصة الكبة المقلية يعني. خاصة حتى الكب الكبة المقلي. المقلية عنا في سوريا ممكن ناكل جنبها لبن، الكب المقلية جنب الزبادي لبن. اللي هو الزبادي. ايوه اللي هو الزبادي حلو، ممكن يعني. ايوه جميل. طيب الآن شيف فيفيان، لو بدنا نتوقف شوي مع المحمرة، شو هي المحمرة على أساس نبدأ نحكي فيها؟
يعني هل هي مثلا المحمرة معجنات مثلا؟ لا، المحمرة هي طبق من المقبلات، طبق عبارة مقبل. هو عن دبس فليفلة، فليفلة مطحونة من فلفل، دبسة عيش الفلفل مطحون. الحار ولا الفلفل البارد؟ الحار، الحار في منهم بحبوا البارد، يعني هم يكون الفلفل الحار الأحمر يعني، ايوه أو البارد يعني، ترجع هي حسب رغبة كل شخص. وبنضيف له بنضيف له للدبس فليفلة، بنضيف له الكعك المطحون، كعك. كعك بيكون بقصمات يعني، بس ايوه هو اها نحن بحلب بنقول له كعك مطحون، كعك الخبز. وبنضيف كعك الخبز يعني، أو الكعك، الكعك السخانة إذا سخن. عرفته، الكعك السخانة بنضيف له، بنضيف عليه، بنضيف عليها هي قصدك يمكن بتحط خبز لها، التوست؟ خبز التوست هذا اللي لا بكون. ما بينفع خبز التوست، ما بينفع، لازم الكعك هو الأطيب يعني، إلى الكعك، الكعك اللي بناكله مع الشاي، ايوه اللي بناكله مع القرشله. ايه القرفلة، ايوه ايوه هذا المطحنه، بيكون نحن بنقول الكعك السخانة مطحنه، ونضيفه للفليفلة المطحونة، وممكن ونضيف له هو زيت زيتون وبصلة ممكن نقليها ونضيفها له، ونحط لها كمان دبس رمان، دبس رمان. أيوة دبس رمان، ونحط لها جوز، لازم يكون فيها من المكسرات جوز، ممكن نطحنه معه، ممكن نحط زينة على الوش فيها، يعني تعتبر هي طبق من المقبلات كتير طيب، وزيت الزيتون فيها كمان أساسي. زيت الزيتون. لأنه في دبس فليفلة فلازم اشي يكون يطفي النار شوي. أيوة، وهي طعمتها كتير طيبة يعني، يعني المقبلات من كتير طيبة. أنا بدي أشكرك شكر جزيل على هذه المعلومات القيمة شيف فيفيان. متواصلون طبعا. طيب معك معنا إن شاء الله رب العالمين شيف فيفيان. وفي يعني بعض المستمعين يسألوا، بما إنك أنت مقيمة في الكويت من 6 سنوات تقريبا، ايوه كعك العيد الوطني. أنا سؤال غريب شوي، كعك العيد الوطني في الكويت، ما بعرف إذا يعني إلهم مثلا عادات معينة، شعبنا العزيز الشعب الكويتي العزيز، إنه بيعمل كعك معين في العيد الوطني أو إن لا، ما يعني كعك العيد الوطني ممكن أي كعكة يحطوا عليها يزينوا عليها، عرفت علي؟ بالعلم يحطوا الكويتي. عليها، أيوة ممكن أي كعكة أو سابلي أو أي شيء، ممكن بيتي فور أو كب كيك، ممكن يزينوا عليه، يحطوا عليه أعلام وهالأشياء. تمام. طيب حلويات كويتية، بما انك انت يعني عشتي في الكويت وتعرفت على ثقافة اهلنا في الكويت، يعني شغلة تمام. اذا مستمعينا الكرام سنعود ان شاء الله رب العالمين بعد فاصل قصير للشيف فيفيان منفيخي ونواصل حلقتنا لهذا اليوم. شركة الأيوبي للتوابل والبهارات، اسم يعني الجودة والثقة. اسم يعني الجودة والثقة. بدك مزاجك يكون رايق؟ بدك يومك يكون حلو؟ ما إلك غير قهوة الأيوبي. ما إلك غير قهوة الأيوبي. قهوة الأيوبي، قهوة عربية أصيلة بتركيبتها الخالصة والمكلفة بالهيل. أولى ست البيت، عندنا أحسن وأجود أنواع التوابل والبهارات والطحينة البيضة والحمرة، وكمان زيت الزيتون من الأيوبي، فلسطيني بامتياز ومضمون 100%. ومضمون 100%. الأيوبي للتوابل والبهارات، غزة شارع الوحدة مفترق الشعبية، المحل غزة سوق فراس المدخل الجنوبي، غزة سوق الزاوية سوق الخضار. للتواصل هاتف رقم 2842160 أو جوال رقم 0595-500-109 أو جوال 0597-039-87. الأيوبي للتوابل والبهارات، ثقتكم هدفنا وذوقكم يهمنا. وذوقكم يهمنا. Thank you.
مجددا معكم مستمعينا الكرام وفي ضيافة الشيف المميزة شيف فيفيان منافيخي من دولة الكويت الشقيق. أهلا وسهلا بك مجددا شيف فيفيان. يا هلا أستاذ أحمد، حياكم الله، الله يبارك فيك يا رب. أبرز الأسباب شيف فيفيان اللي بيخلي قرص الكبة يفرط، نحكي بالتفصيل نوعا ما على أساس أنه يعني ممكن يكون هذا آخر سؤال، لأنه أعتقد أنه في أكثر من سبب ولا لا؟ طبعا هي زيادة الماء في الكبة إجمالا بتخلي الكبة تفرط. تمام، غير سبب إنه الماء مثلا، ولا يعني ممكن كتر التحريك في بداية إنه وضعناها في الزيت، كترنا حركة وكترنا غلبة وبالتالي يعني بدأ يفرط معنا القرص. شيف فيفيان معي؟ ألو؟ إذن شيف فيفيان أهلا وسهلا بك مجددا. أهلا فيك أستاذ أحمد، معك. حياكم الله. كنت أسأل أنا كتر التحريك لقرص الكبة في الزيت أول ما نحطه ممكن يكون هو سبب برضو من الأسباب اللي يخليه يفرط ويفك؟ طبعا قلي الكبة كتير مهم، يعني كتير أساسي في أنه الكبة تضل متماسكة وما تفرط. يعني لازم أول شيء نحمي الزيت كتير منيح ونحط حبات الكبة وما نحرك أبدا لحتى تاخد لون خفيف. بس أخدت لون خفيف ممكن نقلبها تقليب شوي بخفة مو كتير، ومنتركها تستوي لحالها، هي لحالها يعني ما بدها تقليب كتير لأن الزيت مغمورة فيه تماما. تمام، منتركها تاخد يعني استواءها ومنرفعها، منحطها ممكن مشان الواحد يخفف الزيت كمان نحطها على ورق مطبخ ينشف الزيت منها. جميل. طيب من منى أبو الخير شيف فيفيان، طريقة شوربة الفريكة. شوربة الفريكة هي يعني طبعا الفريكة بدها تتقلى أول شيء أكيد وتنسلق اللحمة. شو بدنا نقلب بالضبط؟ معلش يعني بدنا نحمص الفريكة بالأول؟ طبعا لازم تتحمص شوي الفريكة أفضل، بيعطي نكهة أطيب يعني. تمام. وطبعا يعني هي كمية اللحم الواحد شو بده يحط لها ما بيأثر. تمام. ألو، أيوة معك شيف فيفيان، تفضلي. أيوة أيوة، فتحط لها اللحمة اللي هي وهي من يعني دسمة، يعني لازم تكون موجودة على الطبق على السفرة يعني بتكون. ألو، أيوة معك، تفضلي شيف فيفيان. لازم تكون هذه الشوربة تعتبر شوربة دسمة، يعني شوربة الفريكة. إيه شوربة دسمة يعني مقبولة، فلازم نحط لها بصلة منقطعة شرايح ومنقليها طبعا. إيه وبنحط لها ملح ومرق لحمة أو دجاج لازم يكون فيها طبعا. منقلبها شوي وممكن نضيف لها نسلق لحمة، وبعد ما نسلق اللحمة نتركها على جنب ونقلي الفريكة شوي ونضيف ناخد من مرقة اللحمة. نضيف عليها من مرقة اللحمة. أيوة يعني هي تطلع الأطيب. وبتحط لها لحمة أو ما تحط لها يعني اللحمة حسب الرغبة وبنتركها حتى تستوي. جميل. هذه الشوربة يعني جنب أي طبق من الأطباق الرئيسية ممكن يكون؟ أجب أي نوع طبق يعني تأكل، هي من نوع من أنواع الشوربة، وخاصة في رمضان يعني التنوع في الشوربات كثير مهم. التنوع يعني كل يوم مثلا ممكن يعمل واحد شوربة العدس، ممكن شوربة الفريكة، جنب أي طبق يعني من الأطباق تأكل هدول الشوربات يعني مهمين في شهر رمضان المبارك إن شاء الله رب العالمين. طيب الوقت يداهمنا شيف فيفيان، نصف دقيقة إذا ممكن تقدمي فيها نصيحة لربة البيت. أهم شغلة ربة البيت وقت تدخل على المطبخ تدخل مرتاحة، إذا كانت مي مرتاحة نفسيا ما رح يزبط معها أي شيء، وتشتغل بهدوء، والطبخ أهم شيء فيه على نار هادية ما نستعجل أبدا،
كل ما كان الطبخ على نار هادية كل ما كان أطيب. بنصحها إني تشتغل بهدوء رح يطلع معها كل طبق أطيب من الثاني. جميل، إن شاء الله رب العالمين. إذن الراحة النفسية هي الأساس في لطبق صحي ولذيذ وشهي، ومثل ما بيقولوا إنه الأكل نفس أو نفس. طبعا الأكل نفس يعني، وهو أهم شيء الواحد بيحب يكون بيحب الشغلة اللي عم بيعملها. أيوة. تطلع معه يعني كتير صايبة وبهدوء كتير، يعني الطبخ ما بده عجلة أبدا، وعلى نار هادية. على نار هادية أهم شيء، وعلى نار هادية بيتسبق كل الأطباق. إذن شيف فيفيان سعدنا بصحبتك في هذه الحلقة، وفي ختامها نقول لك شكرا جزيلا لك، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، ودمتم شكرا كثير لكم إن شاء الله. الله يخليك فيكم. ونحن أكثر تشرفنا بك شيف فيفيان، وشكرا جزيلا لك حتى نلتقي. شيف فيفيان شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، قدمنا لكم اليوم أنواع جديدة من الكبة والمحمرة الشامية، فقط بقي علينا في هذه الحلقة أن نقدم لكم الفائزين. رقم 27 اللي اختاره المهندس الكريم عبد الكريم كحيل هو لأم حسن المشهدي. بدنا كمان رقم، نشوف الأستاذ أبو محمد إيش بيختار لنا الأستاذ حسام. رقم 7. تمام، رقم 7 نعد والمستمعين 1 2 3 4 5 6 7. نوال حسونة. نوال حسونة وأم حسن المشهدي، عليكم التواصل أو عليكن التواصل مع العلاقة العامة على 2823551 يوميا عدا الجمعة من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. صحبناكم مستمعينا الكرام طيلة هذه الساعة الإذاعية بصحبة الزملاء من خلف الزجاج، من المتابعة والتنفيذ والإخراج حسام مقداد، ومن الهندسة الإبداعية عبد الكريم كحيل، وهذه تحياتي أحمد أبو سعدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الأيوبي للتوابل والبهارات، اسم يعني الجودة والثقة. اسم يعني الجودة والثقة. بدك مزاجك يكون رايق، بدك يومك يكون حلو، ما إلك غير قهوة الأيوبي. ما إلك غير قهوة الأيوبي. قهوة الأيوبي، قهوة عربية أصيلة بتركيبتها الخالصة والمكلفة بالهيل. أولى ست البيت، عندنا أحسن وأجود أنواع التوابل والبهارات والطحينة البيضة والحمرة، وكمان زيت الزيتون من الأيوبي، فلسطيني بامتياز ومضمون 100%. ومضمون 100%. الأيوبي للتوابل والبهارات، غزة شارع الوحدة مفترق الشعبية، المحل غزة سوق فراس المدخل الجنوبي، غزة سوق الزاوية سوق الخضار. للتواصل هاتف رقم 28421600 أو جوال رقم 0595-500-109 أو جوال 0597-039-87. الأيوبي للتوابل والبهارات، ثقتكم هدفنا وذوقكم يهمنا. وذوقكم يهمنا. للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.